مساء الخير يا منال. مساء الخير يا حبيبي. يلا بقى ادخل اغسل ايديك ووشك علشان احكي لك الدكتور قال لي ايه النهارده واحنا بناكل. سيبك من الاكل دلوقتي واقعدي، انا عايزك في كلمتين. ايه يا يوسف مالك؟ منال، انا بقالي فتره بفكر فينا، فيكي وفيا، وما لقيتش غير اجابه واحده. اسمع يا يوسف، انا عارفه انك استحملتني كتير، لكن الحادثه اللي حصلت دي لا انا ولا انت لينا ذنب فيها. انا قررت اغير مله ونتطلق.